السيد الوزير عرف ويعرف برنامج بدون صفيح بدون صفيح تعثرا كبيرا منذ سنة 2004. تم الإعلان على عدة مدن بأنها ستعلن بدون صفيح، ولكن ذلك لم يحدث ولم يقع. أشنا هي تدابير السيد الوزير وأنتم على رأس هذه الوزارة يعني في هذه الأيام الأخيرة؟ أشنا هي الرؤية ديالكم والتدابير التي ستتخذونها من أجل إزالة العوائق أمام هذا البرنامج الطموح في المجال الحضري؟ شكرا. تفضل السيد الوزير. تماما على التقييم، حتى أريد أن أؤكد على إيجابيات النتائج المحققة حتى الآن في إطار برنامج مدن بدون صفيح. بالفعل هذا البرنامج يشهد وتيرة إنجاز لا بأس بها، حيث تؤكد الوزارة أن مجمل أهدافه القضاء على كل أحياء الصفيحية المتواجدة ب 85 مدينة ومركز حضاري، وما يمثل حسب التحيينات الأخيرة 400,000 أسرة وباستثمار تقريبا 32 مليار. وهكذا مكن هذا البرنامج إلى حدود سنة 2017 من تحسين ظروف عيش أزيد من 250,000 أسرة. وهكذا يكون برنامج مدن الصفيح في طريقه إلى تحقيق أهدافه. إذا سمحت السيد النائب سيد الوزير، حيث وصلت حصيلة إنجازه حاليا إلى 83%. كان أخيرا إعلان مدينتي القصر الكبير والسطات مدن بدون صفيح. هذا وسيأتي في المستقبل القريب إعلان 3 مدن أخرى بدون صفيح: تطوان وأم يعقوب والبروج. والسعي إلى تأهيل 6 مدن في أفق إعلانها مدن بدون صفيح برسم سنة 2018، في حين سيتم العمل على معالجة وضعية ما تبقى من المدن المتعاقد بشأنها في مدى المتوسط أي قبل 2021. أعتقد هذه المعطيات تدل أن كان هناك تقدم، كان إكراهات، كان تأخر في بعض البرامج، ولكن نجتهد ونعمل على التغلب عليها ولنحقق الأهداف المسطرة أصلا عند وضع البرنامج في 2006.